راديو نيل لمن يهمه الفن على نغم اف ام. نورنا النجم الرائع حازم سمير، وهنتكلم دلوقتي عن مسلسل حقيقه حقق نجاح كبير الفتره الاخيره، وفكرنا كده بمسلسلات الساعه 7 بتاع زمان. مسلسل ايجار قديم، تركيبه كده جميله وابطال اجمل، فتعال نروح لحازم. يا حازم في ايجار قديم، وكانت غريبه انه اسمك هو نفس اسمك، يعني اول مره اشتغل باسمي. كان عامل لنا لخبطه في الاول، حتى طارق رفعت المخرج في مره ضحك، يعني كنت بشتغل مثلا مع مراتي رحمه فتقول يا حازم، سوري يا جماعه هو اسمه ايه في الشخصيه؟ حازم. ايه ده؟ صح. سوري. فطارق في مره قال طب نعمل ايه يا جماعه، طب خلينا اسمه نفس الشخصيه برضو بتتلخبط. يعني هو كان حازم فعلا على الورق من هو على الورق حازم. من دي وان الورق حازم. بص، ايجار قديم ده حاجه، يعني حاجه كده ما بتحصلش كتير. صحيح. يعني من اول المنتج للمؤلف لكرو الانتاج، الاخراج، مدير التصوير، كرو التصوير، خدمات، كله ممثلين، ملابس، حاجه كده ما بتحصلش كتير بجد. يعني ما بتحصلش يعني كتير، يعني كده ما تكررش فعلا. ما بتحصلش ان انت تلاقي مجموعه طاقم عمل كامل كله تقريبا شبه بعض بنسبه كبيره جدا، كله عنده نفس الروح، كله عنده نفس الإحساس، كله لذيذ، كله بروفيشنال، كله نازل يشتغل. في أخطاء كانت بتحصل، أخطاء شغل العادية. في أيام صورنا ساعات طويلة جايز، في أيام كانت جايز، بس المجمل انت سايبة بيتك وعيالك وأسرتك ورايحة رايحة سن انت مع بقية أسرتك، ولاد عمك ولاد خالتك وخالك وجوز أمك وإياك، حاجات كده عارفة، دافي يعني، حتى الديكور دافي. والنوستالجيا، في إحساس نوستالجيا. إيجار قديم دي محسساكي، محسساني أنا بطفولتي. ما كنت في ساكن مع أهلي في العمارة وعارف كل جيراني، حتى شكل البيت نفسه بالزبط. اللي هو السقف العالي بالزبط. شكل البلكونة، الزرع اللي في البلكونة، والجيران والعلاقة بالجيران والعمارة اللي جنبك، ولو رجعت من المدرسة متأخر وفيش حد في البيت فتطلع عند جيرانك تتغدي معاهم ويغدوكي مع أولادهم. وبعدين الإحساس ده بجرأة دي ما عمل لنا النوستالجيا دي. شفت لك تصريح قلت فيه انه شخصية حازم في مسلسل ايجار قديم هو اقرب الشخصيات ليك انت شخصيا كحازم. ده حقيقي. ايه عشان بقى؟ عشان تصدق صحيح زي لا حازم حازم عنده ال 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 الحاجة اللي عنده شبهي، هي الخناقة اللي حصلة جواه ما بين اللي انت تعودتي وتربيتي وكبرتي على ان ده اللي صح وده اللي غلط وده المفروض وده ما يصحش وده اللي لازم ودي مسؤوليتك ومش عارف ايه الحاجات بقى اللي حققت ايه لما وصلت ال20، حققت ايه لما وصلت ال30، عملت ايه لاولادك، عملت ايه لمين، مش عارف ايه بقى. هو اول طول المسلسل هو بيتعامل بده، ما يصحش كذا، خناقاته مع مراته كلها على مسميات، على فما عندوش انه يسمع الطرف التاني، ما عندوش، هو مركز في مشكلته، مركز مع نفسه مفصول. لو ركزتي في اول كام حلقه تلاقي انت مش شايفه علاقه بينهم من ولاده قوي، مش شايفه علاقه بينهم من مراته. على ما بتخش وعلى ما هو الكلاكع دي بتتحل واحده بواحده، بتلاقي ليه مشاهد مع بنته حلوه قوي، مع مراته، مع جيرانه، شخصيه بتتحسن، لانه هي دي الخناقه اللي انا بشوفها عند ناس. أيوة. خناقه اللي تربينا عليه وخناقه اللي احنا شايفينه ايه صح وايه غلط. أيوة. وهل ده غلط وده صح، ولا ينفع ان هم يتدخلوا وتنظفي ده بده وده بده وتعقلي الحاجات اللي انت في حاجات احنا في ناس تربت عليها لو عقلتها هي غلط، تحس انها هي غلط. مش صح، هي غلط، ليها حلول تانية. صحيح. ليها طريقة تانية. صحيح. ماشي، ممكن يكون ده غلط، بس هتعامل مع الغلط ازاي؟ صحيح. ليها طرق مختلف. صحيح. فده مش ناس كتير فهماه. أيوة. فكان ده اللي رابطني بشخصية حازم في المسلسل قوي. الجو الأسري اللي في العمارة. أيوة. المشاكل الحقيقية اللي في كل الشخصيات اللي في المسلسل، دي حقيقة، اللي كلنا بنشوفها كل يوم. أيوة. الكارثة اللي كانت عند حازم اللي حصلت لناس كتير جدا كتير. خصوصا وقت الكورونا. أيوة. انه ما فيش شغل، اللي اترفد واللي شركته قفلت واللي شركته فلست في مصر وفي العالم أزمة كله. صحيح. فبقى عندها المشكلة بتاعت ان انا كنت عايش في مستوى معين، وفجأة ايه ده انا هعمل ايه؟ أيوة. ومفيش اي حاجه باينه في المستقبل بالظبط.
فبيضطر إلى جانب بيضطر الكرامة انه يشتغل حاجه تانية. ان انا بعد اصل حازم واصل لما قبل الاحداث المسلسل هو كان واصل لمركز داخل البنك اللي يوصل له ده فيها عدد من السنين محترم. صحيح. فان انا اتعب السنين دي كلها لا وبنته في مدرسه معينه بليفل معين بيته. عجبني المشهد قوي اللي هو انتوا بتصرحوا البنت بنتكم ان انت نزلت اشتغلت وظيفه تانية. دي دي دي, دي بنتي دي مراتي مراتك وانا اتكلمت معاها في الفزع فهي ففكرة ان الشغل مش عيب لا إنه كرامه انه انت جاله فرص عمل في بنك بس يبتدي من الاول بيبتدي من طب والسنين اللي فاتت راحت فين؟ صحيح السؤال ده عن ناس كتير من طب انت رايك ايه؟ انت حازم سمير رايك ايه لو فعلا بتتعرض للموقف ده في حياتك تبتدي من الاول عادي مفيش مشكله؟ بص اللي اتعلمته اللي رايي انا واللي لقيته في الورق لقيت عمرو الدالي مؤلف العمل كاتبه فعلا انه في استحالة ان انا ابتدي في نفس الشغلانة تاني من الاول وجديد. في استحالة مش هيبقى عندي الصبر لان انا عارف انا تعبت قد ايه في العشر 15 سنة فما عارف ان انا مش هقدر اتعب استحمل التعب ده لانه بقيت اكبر 15 سنة فانما اقدر ابتدي جديد تبتدي جديد في حاجة تانية جديد ساعتها انا ببتدي مجال جديد فانا بمر بتجربة جديدة وبعيش مع تجربة جديدة ولكن دي كانت مرحلة انتقالية لحد ما يعرف دماغه مشاكله مع مراته تتحل دماغه تعرف تروق ياخد الصدمات اللي حصلت عشان يفوق لنفسه ففي الاخر راح عمل فكرة مصنع وقدم على تمويل وليه وقدر يبتدي بداية جديدة وفاق من الصدمة وابتدى يفكر كويس وابتدى دي الرساله بقى من حازم ان انا لو قعدت المشكله حازم حصلت. مين فيهم حازم المسلسل حازم المسلسل ان انا لو قعدت في المشكله اللي حصلت لي كتير انا كده ما بتحركش صحيح. هي حصلت هطلع منها ازاي وده اللي حازم عمله من اول حلقه وصولا لحلقه 30 ان هو في الاخر طلع من اخيرا الازمه اللي هو كان فيها نفسيا اسعدتونا المسلسل كان رائع وكل حاجه فيه كانت جميله وبحيي كل فريق العمل وكل طاقم العمل مش عايزه انسى حد لان كلهم بلا كلكم كنتوا تجننوا كله ابدع طب ما تقول لنا حته من التتر التتر انا لو غنيت تقفل القناه حته صغيره والله انا جرب كده اقول كلماتها لكن انا لو غنيت تقفل القناه جرب كده دندنها يعني كنا بنسمع التتر كل يوم جرب اهو بص انا هنزل اهو بس لا هنجرب نزلي خالص نزلت خالص مفيش اي حاجه لا اهو يلا اهو انا هسكت طبعا يلا جرب سردين مملح وتقول لي سوشي لا ما فهموش وانا ايه جابرني عليه لا حد جبرك ولا خدت رايك اتغدتونا وسيبوا حنقوم بيه خلاص طب انت حلو